وسعيد جدا انه يكون معي داخل الاستديو البروف احمد فرح شادول، الامين العام للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبيه. مرحبا بك، يسعد صباحك. مرحبا بك استاذ، ومرحبا بكم في صباحات سودانيه، والتحيه للمشاهدين والمتابعين الكرام، وسعيدين جدا جدا بهذه الاستضافه. يسعد صباحك يا رب، تسلم. بدايه يا ريت تعرفنا النبذة عن المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبيه ونشأته. مجلس التخصصات الطبية أنشئ في 1995 للتخصصات المختلفة يعني، والآن هو الجهة الوحيدة اللي بتمنح الدرجات العلمية المختلفة للتخصصات، والبيدرب بيقوم المجلس حاليا بالتدريب في التخصصات المختلفة وبمنح الشهادات. لما بدأ في البداية كان التخصصات معظم الناس بيمشوا برا يعني، بيسافروا بيدرسوا برا، لكن من 95 وحتى الآن ما شاء الله المجلس بدأ بستة تخصصات 1995، خرج أول دفعة في 1999. ستة تخصصات دي كان فيها حوالي 150 دارس. حاليا في 59 تخصص في المجلس، تخصصات دقيقة، وفي أكثر من 10500 دارس نائب موجودين حاليا بيتلقوا التدريب بتاعهم. ومن 1999 اللي هي تخرجت أول دفعة وحتى الآن اتخرجوا أكثر من 10000، فيعني عاد للبلد بعائد كبير جدا جدا، سواء كان ماديا ولا حتى المردود بتاعهم على النظام الصحي وتوفر الخدمات ومحاولة توطين الخدمة. المجلس بيمنح، تابع لمجلس الوزراء هو عشان استقلاليته، بيمنح تقريبا أول حاجة بيمنح الدكتوراه السريرية في التخصص دي، اللي هي عادة بتكون دراسة بتاعت 4 سنة أو 5 سنة في بعض التخصصات، بيطلع بعدها اختصاصي في المجال بتاعه. في برضو الزمالة دي هي التخصصات الدقيقة يعني، بعد ما الواحد يتخصص بيجي يعمل تخصص دقيق، مثلا زي أمراض القلب والباطنية، زي الغدد الصماء، زي زراعة الكلى، زي الأشياء زي دي يعني التخصصات الدقيقة دي بيسموها الزمالة. دي بتكون لسنتين ل3 سنة حسب التخصص. وبرضو بيمنح ماجستير لبعض التخصصات اللي هي التخصصات معظمها بتكون عندها علاقة بالتعليم الطبي وخلافه، وفي دبلومات مهنية بتمنح برضو لبعض الناس، لكن دي كل الشهادات بتاعت المجلس بتكون شهادات مهنية بتسمح للشخص انه يمارس. وده بيختلف عن الجامعات، انا ديك اكاديميه، لكن ده بتسمح له انه يمارس. في 2000 بروف انت بتمنحوها عليهم يعني كمنحه خارجيه ولا هنا داخل؟ لا يعني بياخذ شهاده، يتخرج ياخذ شهاده. في 2016 اضيف للمجلس المهن الصحيه اللي زمان كان طب فقط. انضموا لنا الاسنان، الصحة، التمريض، الصيدلة، التمريض، القبالة، المختبرات، العلاج الطبيعي، التغذية، كلها سعبقت من 2016 تبع المجلس. ويعني الأمور ماشية كويس في بالنسبة للمجلس في 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 التدريب، من ناحية بتاع التدريب. التدريب بيتم هنا في مستشفيات الخرطوم، على في مستشفيات معينة ولا؟ لا، في مستشفيات معينة. أوكي. في مستشفيات معينة ومستشفيات الأقاليم. هسه عندنا 7 مراكز خارجية داخل السودان بيتم فيها التدريب، مثلا الولاية الشمالية عندنا بعض المستشفيات في الشمالية، في البحر الأحمر، في كردفان، في شمال دارفور وجنوب دارفور، في مدني، في القضارف، دي كلها محط يعني مراكز بتاع التدريب. المراكز بتاع التدريب ذاتها بيتم اختيارها من خلال لجنة بيسموها اللجنة المركزية للاعتماد والتدريب، بتزور المستشفى، بتشوف هل هي مكتملة من ناحية بتاعت معدات ومن ناحية بتاعت أنشطة، بحيث إنها ندرب فيها ناس ولا ما مكتملة، وإذا في حاجة ناقصة لازم تتم حتى نعتمد مركز للتدريب. المدربين في حد ذاتهم
اللي هم ديل الاستشاريين، يعني برضو عندنا شروط انه لازم يتم 7 سنة هو استشاري، ويكون عنده الخبرة الكافية وعنده وقت وعنده رغبة انه يدرب، ويكون عنده يعني مثلا مرور ثابت، عنده محولة، عنده حوادث، يشتغلوا نبطشيات، يعني أنشطة مختلفة من خلالها يقدر يتدرب المشترك ده أو النائب. يعني عادة الدراسة هي 4 إلى 5 سنوات، يعني 4 إلى 5 سنوات، فبعد ذاك بيجلس الامتحان النهائي وبيأخذ الشهادة بتاعته. لحسن الحظ المجلس عنده سمعة كبيرة جدا جدا برا على نطاق العلاقات الدولية والخارجية. هنجي في النقطة دي نقول العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في التعامل مع جهات مماثلة. أيوة، عندنا علاقات كثيرة جدا، مثلا مع الكلية الملكية بريطانيا، مع الكلية الملكية في إيرلندا، الكلية الملكية في كندا، في الولايات المتحدة. عندنا المؤسسات المماثلة مثلا في الزمالة المصرية، في البورد العربي، في الهيئة الصحية بتاعت السعودية، يعني علاقات واسعة جدا. عندنا جامعات برضو مثلا زي جامعة الشارقة، زي جامعة ألبرتا في كندا. وبعدين عندنا علاقات وحماس شديد جدا من الأطباء السودانيين الموجودين بالخارج. يعني عاملين تجمعات وعاملين دعم كبير للتدريب، برضو مشتركين معهم. مشتركين طبعا. القاعات بتاعتنا ذاتها هسه بقت مجهزة تماما بأنه الناس يشتغلوا أونلاين، بيدوا محاضرات، بيشاركوا في التدريب. الامتحانات ذاتها السمعة الكويسة اللي جات للمجلس دي جات من إنه المجلس بيتبع المعايير العالمية في وضع المناهج، في التدريب، في الامتحان ذاته. يعني الامتحانات ذاتها عندها معايير عالمية ملتزمين بها تماما. وأي تخصص لما نجي للامتحان النهائي بيجي ممتحن خارجي، الممتحن الخارجي ده بيجي مثلا من الكلية الملكية، من الجهات دي، ده بيفيدنا في إنه أول حاجة بيراجع الممتحن، بيراجع المنهج، بيراجع الامتحان، بيقول رأيه حتى في الممتحنين بتاعنا المحليين. الامتحان الإلكتروني الامتحان عندنا نوعين من الامتحان. ويا ريت ورينا أنواع. أيوة، في الحكاية دي عملت لنا سمعة كبيرة جدا، وبقى هسه على الطبيب السوداني هو انتو كل الناس عارفين انه عنده سمعة عالية جدا بالرمج. ده كله نتيجة للمعايير الناس المصرين ملتزمين بها يعني. وان شاء الله ما, 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 ما نخزلهم ولا يخزلونا بإذن الله. نحافظ على المستوى ده ونحافظ على السمعة الطيبة اللي اكتسبوها أطبائنا برا. الامتحانات زي ما ذكرت عندنا نوعين من امتحانات أساسيات. في امتحان الدخول، يعني الواحد ذاته عشان يجي يدرب لازم يمتحن. الأعداد طبعا كبيرة جدا، فبتعمل امتحان بناخد الناس اللي نجحوا بيجوا. أيوة، بيجوا بعدين خرطوا في التدريب 4 سنوات. هي 4 سنوات، بين السنة والسنة برضو في امتحانات، يعني ما عشان الواحد يكون عمل الحاجات، لأنه أنت مقرر لك في السنة تتعلم كده والمهارات المفروض تكتسبها كده، إذا ما اكتسبتها ما بتمشي للمرحلة اللي بعدها. يعني الامتحان المهم تاني هو بعد ما الواحد يخلص التدريب بيجلس الامتحان الأخير اللي هو بسموه امتحان الجزء الثاني. ده الامتحان النهائي منه أنت بتاخذ الشهادة بتاعت أنك خلاص أخصائي. بنهاية التدريب بيكون الواحد خلاص نحن واثقين من إنه هو بقى جاهز لإنه يشخص، إنه يتخذ القرار، إنه ويتخذ القرار اللازم الصحيح اللي بيعالج به المريض، ويتعامل برضه مع المريض كيف يعني. بعد ما ياخذ شهادته دش الامتحان الثاني، الامتحان الجزء الثاني. امتحان الجزء الثاني فيه جزء إلكتروني وفيه جزء عملي. يعني بيكون في مرضى والواحد بيشوف له اكثر من 15-16 مريض عشان يخلص. الامتحان الجزء الاول كله بيجى مرتين في السنه، هسه احنا يعني بنشتغل في مارس وفي سبتمبر ان شاء الله من كل سنه. من اغسطس السنه الفاتت 2021 كانت التجربه الاولى لنا مع الامتحان الالكتروني. نعم، وهسه دي التجربه الثانيه.
لكن الامتحان كله إلكتروني بتاع الجزء الأول ده. اللي تقدم لنا حتى الآن أكثر من 4137 للجلوس الامتحان اللي هو يوم 19 مارس. الـ4137 ديل بيمتحنوا في مراكز مختلفة، يعني ما عادوا يجوا الخرطوم عشان في مراكز يعني في الخرطوم. بالنسبة للناس في الولايات، في الولايات يمتحنوا في الولايات يعني ما يجوا الخرطوم. لا لا يعني عندنا في الخرطوم 3 مراكز. الخرطوم لأنه فيها عدد كبير، الناس المقدمين في الخرطوم أكثر من 3000. الولايات اللي ذكرتها كلها الشمالية، دنقلة، بورسودان، القضارف، مدني، لبيض، نيالة، الفاشر، ديل كلهم بيمتحنوا في أماكنهم هناك إلكترونيا برضو. بالإضافة لثلاثة مراكز خارجية برا السودان. أيوة، عندنا مركز في جدة، وعندنا مركز في الرياض، وعندنا جميل. مركز في الشارقة. جميل. جميل جدا. حساسنا كبروف عند مادة عن أنواع الامتحانات وتجربة الطلاب في الامتحانات، هنمشي نشوفها ومكملين معكم. جدا. أهلا بيهم مصطفى محمد مصطفى. دخلت امتحان الموك اكزام بتخصص الطب الباطن. بالنسبة لي احتضنت التجربة كانت جميلة جدا. كل في العالم برا الناس يعني تحولت في الطريقة الإلكترونية، فبالنسبة للتجربة كانت طريقة أسهل من الطريقة الورقية. الأسئلة كانت واضحة جدا، فأنا بأيد استخدام الطريقة دي مقارنة بالوسائل الأخرى للامتحان. أنا دكتورة فايزة ميتي محمد، دخلت الموك إكزام لأمراض الجلدية والتناسلية، فكانت تجربة ممتازة جدا، والامتحان كان فيه سهولة ويسر، وكانت تجربة أفضل من الورقية. فإن شاء الله أتمنى إنه الموضوع يواصل وتكون يعني فيها تطور أكثر، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. عمل امتحان محاكاة ما يعرف امتحان الموك إكزام. امتحان كان مختصر 10 دقائق، عبارة عن 20 سؤال MCQ، وإن شاء الله يعني امتحان الجزء الأول حيقوم تحسه حيقوم في السودان بأكثر من 8 مدن: الخرطوم ومدني وبور السودان والقضارف ودنقل وبيض وفاشل وكذا، وفي خارج السودان في جدة والشارقة والرياض، وعدد اللي جالسين فيه أكثر من 4133 متقدم. أكبر المراكز للامتحان هي. رجعنا لكم من تاني مشاهدين الكرام، دي كانت مادة عن أنواع المجلس، أنواع امتحانات في المجلس وتجربة الطلاب في الامتحانات. ورجعنا لك بروف أحمد، كان يا ريت تكلمنا عن دور مراكز تطوير التعليم الطبي في السودان وتدينا نبذة عنه. مركز تطوير التعليم الطبي ده هو تابع للمجلس، واحد من المراكز بتاعت المجلس المهمة جدا، والدور بتاعه مهم جدا. وزي ما ذكرت لك أنا في الفترة السابقة إنه المعايير العالمية دي مهمة إنه الناس يلتزموا بها، فوجود مركز التطوير الطبي في 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 المجلس أداه مستوى عالي جدا جدا من المصداقية. المركز التطوير بيعمل أشياء محددة
أول حاجة بيتأكد من إنه كل تخصص المنهج بتاعه يتوضع على المعايير العالمية وبيجيز المناهج ويرفع للجنة العليا. دي واحدة من المهام الأساسية. واحدة المهام المهمة الثانية المهمة اللي هو أي نائب عشان يمتحن الامتحان الأخير لابد من انه يعمل بحث في حاجه معينه في مجال الصحه. المركز ده بيشرف على البحوث وبيدرب الناس على طريقه انك كيف تعمل يساعدهم انه كيف تعمل البحث وتختار الموضوع المهم للبحث وتحلله وبعدين يمتحنون فيه يعني. الحاجه الثالثه اللي بيعمل المركز هو مسألة التأكد من النوعية والجودة في تنفيذ كل الأشياء سواء كان في التدريب ولا المناهج ولا خلاف ولا الأداء كله يعني. المركز بعدين الحاجة المهمة إنه المركز ده بيدرب المدربين ذاته يعني الناس اللي بيدربوا هم ذاتهم بيضعوا لهم منهج بتاع تدريب على أساس إنه الطب متجدد أكيد. فلازم يكونوا مواكبين لازم يتبعوا المقاييس والمعايير العالمية فبيدرب المدربين عشان كده مدربين نزاتهم بيجوا نوعية عالية جدا ومطلوبين برا يعني نحن بنرسل عدد كبير بيمشوا يكونوا ممتحنين خارجين للمجالس الأخرى. فوجود المركز في حد ذاته حاجة مهمة جدا ورفعت من أسهم المركز علاوه على انه المركز ذاته بيدرب حتى ناس الجامعات اللي لسه ما تخرجوا لا الاساتذه بعدين المجلس طبعا بالاضافه لانه هو بيدرب ناس كليه ناس وزاره الصحه والاطباء لو في ناس على نفقة الخاصة برضو لو اجتازوا الامتحان ممكن يدربوا بندرب الاطباء بتاعنا الجامعات كلهم التخصص بندرب برضو القوات النظامية الجيش والشرطة وكذا كلهم بيتدربوا الكوادر الطبية بتتدرب في المجلس. لسه عندنا يعني مشاريع مهمة. طيب يا ريت تحدثنا عن مشاريع المستقبلية لتطوير مجال الطب في السودان. أيوة جميل. طبعا حس ان احنا الامتحانات دي عملناها الكترونيه. القاعات بتاعتنا كلها تحولت لقاعات مرئيه. وممكن عادي جدا الزول يكون قاعد في بريطانيا ويدي محاضره والناس يسالوه ويجاب يعني تفاعليه بقت جاهزه تماما. لكن عشمانين اننا نعمل اول حاجه مركز بتاع امتحانات كبير امتحانات الكترونيه. لأنه حاليا نحن بنستفيد من الجامعات زي جامعة أفريقيا جامعة السودان العالمية المجلس الطبي كده. لكن واحد من المشاريع الكبيرة الناويين نعملها في الفترة الجاية دي مركز امتحانات إلكتروني متكامل يعني ينفع المجلس وينفع الجهات الأخرى يعني. خطتنا له تقريبا خلاص بقت جاهزة يعني. الحاجة الثانية المهمة هي عمل مكتبات إلكترونية. عندنا مكتبة هنا مكتبة إلكترونية كويسة جدا. الدارس ده بيقدر يصل لأكثر من 6000 من المجلدات والكتب والمراجع وكده في الخرطوم. فساعين هسع بأننا نعمل مكتبات إلكترونية في كل مراكز التدريب في الولايات بحيث أنه النائب اللي يكون موجود في دنقلة يكون قادر أنه يصل. أيوة. وبل مشينا لأكثر من كده عايزين نعمله أنه حتى الواحد في موبايله قاعد في بيته ممكن يقرأ يعني بنديه باسورد ونديه اسم يقدر يفتح يقدر يفتح المكتبة. أيوة يفتح المكتبة. أيوة سهل يعني المسألة الوضع ما عاد زي زمان يعني. المشروع الثالث الكبير هو ما يسمى بمركز المحاكاة والمهارات اللي هو يعني زمان نحن كنا بنتدرب في المريض مباشرة. المركز ده بيساعد في انه الواحد قبل ما يمشي يمارس حاجات في المريض يمارسها في أجهزة بقت طبعا في أجهزة متطورة جدا جدا بالذات الحاجات اللي فيها تدخل زي مثلا عايز تدخل قسطرة
فأول حاجة أنت تتعلم تكسب المهارة وعداك حتى أنت بشي عايز تعمل منظار مثلا جراحة كلها دي حاجات بيتم. طيب المشروع ده أنتوا قمتوا به ولا لا لسه قيد؟ لا ده لسه بنبحث عن تمويل له. الثلاثة مشاريع دي بنبحث عن تمويل، موضوع الامتحانات مركز الامتحانات والمكتبات الإلكترونية والمركز المحاكاة، لسه ما زلنا نبحث عن تمويل. المبنى على وشك انه يكتمل، لكن الاجهزه هي طبعا اجهزه تدريب الناس عليها وكذا، ففيها تكلفه عاليه، بنبحث عن تمويل وربنا يوفق ان شاء الله. ان شاء الله. رساله اخيره تحب حاب تقدمها للمشاهدين؟ رساله اخيره، اول حاجه يعني تحيه الصحه والعافيه لكل المشاهدين ولكم والمتابعين، وأتمنى إنه إن شاء الله تمر الامتحانات بسهولة بدون عوائق، بدون ما ينقطع النت، بدون ما تنقطع الكهرباء، وأتمنى التوفيق لأبنائي وبناتي الممتحنين يعني. امتحانات يوم 19 يوم السبت 19 حتكون ثلاثة جلسات، بنبدأ 7 صباحا لغاية 6 مساء على ثلاثة جلسات، لأنه العدد كبير ما ففي كل المواقع حتكون في نفس الوقت يعني. طيب أعمالك الشعرية في عمل قريب؟ لا إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يا ريت تدينا حاجة. طيب قبل أنا قبل ما أدخل الناس قال لي لازم تقول لنا سألين عليك، عشان كده حقوم أقول. طيب بتقول سألين عليك كل العباد أجونا منك والمشوا ويوماتي سيرتك أحلى زاد لزول غيابك أوحشو يتنسم الأخبار عليك والسيرة ساكت تنعشو سائلين عليك قمر السما دل من جمالك فتنته اللهي يرعن النجوم شال من ملامحك نضرته يتهادى ما بين الغيوم بحر جمالك طلعته سائلينه ليه طال الغياب وين اللي بنعشك طلته لا رده لا جايب خبر أشواقنا وين ما وصلته هانت سنين الودع عليه ولا المشاغل نسته سائلين عليك شوق العيون لو لينا سمعوا أصطوا يا شوق سرى وما شاف ورا لا من عيونك نادته وريه يا شوقنا الهوى وشارك عيوننا الرادته وقول له لو طال الغياب ما زلنا راجين عودته طارينا ولا غياب سنين غير ملامحه وقصته والليه في الأفراح نصيب بيجي يوم وياخد قسمته سائلين عليك كل العباد. يا سلام. تسلم. شكرا جزيلا بروف أحمد فرح شادول الأمين العام للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا جزيلا. شكرا. يسعد صباحك.